إنفينيتي معكم، سأعرض لكم اليوم 100 حقيقة ستذهلكم. هيا بنا. هناك الكثير من الحقائق بانتظارك الآن، لكنها ليست بعدد النجوم في الكون، عددها مجنون. يعتقد العلماء أن عدد النجوم في الكون يفوق عدد حبات الرمل الموجودة على الأرض. ولتوضيح الأمر بالأرقام، هناك حوالي 5 سكستليون حبة رمل على جميع الشواطئ، هذا يعادل 1.21 صفراً، وعدد النجوم هو حوالي 5 إلى 10 أضعاف. والمذهل أيضاً وجود كوكب واحد على الأقل يدور حول كل نجم من النجوم. أعتقد أن هذه الحقيقة كافية لإدراك أننا لسنا وحدنا في الكون، وهذا لا يتم دعمه بالرياضيات فحسب، بل أيضاً بالقصص غير العادية. حدث أحدها لبيتي وبارني هيل، زوجان اختطفهما الفضائيين عام 1961، وتعد هذه الحالة الأولى من هذا النوع. يشير كل شيء تقريباً إلى حقيقة أن الاختطاف حدث بالفعل، وأن الزوجين لا يخدعان. لقد وصفا بوضوح كيف تم اختطافهما وكيف تواصل معهم من خلال التخاطر، حتى أن بيتي رسمت خريطة نجمية للمكان الذي تم أخذهم إليه من قبل الفضائيين. بشكل عام، ليس من الضروري أن يكون الفضائيون هم الكائنات البشرية الخضراء التي اعتدنا على رؤيتها. هناك نظرية مفادها أنهم يعيشون على كوكبنا وهم بيننا ونحن لا نلاحظ. هناك نظرية مفادها أن بعض المشاهير كانوا فضائيين، نيكولا تيسلا مثلاً. تقول نظرية غريبة أنه جاء من كوكب الزهرة الذي يسكنه جنس متقدم للغاية من الفضائيين. هذا يبدو جنونياً، لكن فكر بالأمر، كان هذا العبقري متقدماً على عصره، حتى الآن تبدو بعض تصاميمه رائدة. لا أعتقد أن الإنسان كان يمكنه فعل ما فعله نيكولا، أو الأمر أبسط بكثير، كان من الرجال اللامعين الذين يولدون مرة كل 1000 عام. هو يستطيع فعل أي شيء، أراهن أنه قد يجمع مكعب روبيك في ثوان. هذا اللغز ظهر بعد وفاته. رغم بساطته الخارجية، فإن مكعب روبيك مذهل، لأن عدد حالات المكعب المختلفة التي يمكن تحقيقها هو هذا العدد، أكثر من 43 كوينتليون. الشطرنج فقط من ينافس مكعب روبيك من حيث تنوع التركيبات. بالرغم من أن كلمة منافس هي بخس، هناك تركيبات أكثر. كان هناك هذا العالم كلود شانون، وقد حسب أن الحد الأدنى لعدد مباريات الشطرنج غير المتكررة هو 10 مرفوعاً للقوة 120. ما مقدار هذا؟ بالمقارنة، فإن عدد الذرات في الكون المرئي هو 10 مرفوعاً للقوة 81. الذرات ليست حتى الكواكب. أما بالنسبة للشطرنج، فلا يوجد إنسان في العالم ولا دماغ خارق يمكنه حساب كل حركة ممكنة في اللعبة. فقط أجهزة الكمبيوتر والمحركات القوية تفعل ذلك، لكنها لا تفعل ذلك 100%. لكن العقل البشري قد يفاجئنا أيضا، قد يطلق عليه اسم التخزين السحابي بكمية هائلة من الذاكرة. يعتقد العلماء أنه بمقارنة الدماغ مع قرص الكمبيوتر الصلب أو السحابة، يتبين أن لديه بيتابايت واحد من البيانات. هذا أمر قوي، لكن جوجل تتفوق، تعالج 24 بيتابايت من البيانات يوميا. وإليكم أفكارا أكثر، لقد ابتكر العقل البشري الاسم لنفسه فقط، فكر في ذلك. دعونا نعود للجسم البشري. من المؤكد أن الدماغ مدهش، لكن الجسم ككل جيد بنفس القدر. يقال إن الجسم يحتوي على ما يكفي من الكبريت لقتل البراغيث الموجودة في الكلب، الكربون لصنع 900 قلم رصاص، الدهون لصنع 7 صابونات، الماء لملء برميل 50 لتراً. إذا تمت مقارنة الدماغ بالتخزين السحابي، يقارن الجسم بالكمبيوتر أو قاعدة البيانات، لأن الجسم أيضاً يتم تحديثه باستمرار. أثناء استماعك لهذا، تموت 10,000 من الخلايا في جسمك ويتم استبدالها بخلايا جديدة. يستغرق التجديد الكامل للخلايا من 7 إلى 10 سنوات. لذلك فنياً، فإن الشخص الذي كنت عليه قبل 10 سنوات هو شخص مختلف تماماً. يستحق الجهاز الهضمي أو ما يسمى GET أيضاً اهتماماً خاصاً. إنه ليس مجرد شيء غير مفهوم حيث يتم هضم الطعام فقط، هو لديه نظامه العصبي والذي يحدد بشكل كبير المشاعر البشرية. لهذا يمكن أن تلتوي معدتنا عندما نخاف، أو نشعر وكأن هناك فراشات فيها عندما نشعر بالسعادة والحب. القناة الهضمية بشكل عام هي دماغنا الثاني، إنها تؤثر بقوة على مزاجنا ورفاهيتنا. يتم إنتاج 95% من السيروتونين، هرمون اليقظة. ومن المثير أن الأمعاء يمكن أن تختلف من شخص لآخر.
ليس من حيث الشكل بل من حيث المضمون. مثلاً أمعاء الشعب الياباني تحتوي على ميكروبات فريدة بفضلها يهضم الأعشاب البحرية وبعض المأكولات البحرية دون ألم. هذا يرجع إلى حقيقة أنهم يعيشون قرب البحر. قد يصاب الأوروبي بالتسمم بسبب المأكولات البحرية اليابانية ولن يحدث شيء للياباني. ربما لهذا اخترعوا أكل الأسماك النيئة وأصابوا العالم كله بهذا التوجه، أعيني السوشي. لكن كل شيء يأتي بثمن. يتمتع اليابانيون بعملية هضم قوية، لكن لديهم مشكلة في النظر، يعانون من قصر النظر. أما بالنسبة لقصر النظر فيعتبر الحد الأقصى للرؤية أقل من 30 ديوبتر. الأشخاص الذين لديهم هذه الرؤية يرتدون نظارات سميكة كهذه. مثل قصر النظر هذا يكاد يكون عمى. يبدو لأنه مع الرؤية هذه لن تحتاج إلى نظارات بل إلى شيء يشبه المجاهر في عيني. بالحديث عن ذلك، هذه صورة تحت المجهر. برأيك ما هذا؟ شيء من المحيط؟ بعض الأشياء اليومية؟ أم أنني أقوم بخداعك وهي صورة لفنان معاصر؟ في الواقع هذا هو لسان القطة تحت المجهر. ليس مستغرباً، لسان القطة حاد بسبب الحليمات الشعرية ذات النتوءات الكرياتينية. لولاها سيكون من الصعب على القطة تنظيف فرائها. والقطة الكبيرة كالنمور أو الأسود تستخدم ورق الصنفرة لتمزيق جلد وفراء فرائسها. استدعي قطتك واستمر في المشاهدة معاً. لنتحدث عن الحيوانات. الجميع يعرف أطول مخلوق في العالم، الزرافة. لديها رقبة طويلة بشكل غير واقعي، ويبدو أنها تحتوي على 20 لـ30 فقرة. في الواقع هناك 7، نفس عدد فقرات الإنسان، لكن الزرافة فقراتها أطول بكثير. هذا غريب، ولكن الأكثر إثارة مثلا الكسلان، لديه عدد أكبر من الفقرات، عددها يساوي 10. مخلوق مشهور آخر هو الحرباء، يعرفها الجميع لقدرتها على تمويه نفسها، لكنها منزعجة لأن قلة من الناس يعرفون حقيقة أخرى. لديها لسان مذهل قادر على التمدد إلى ضعف طول جسمها، كما أن لسانها ينفك بسرعة كبيرة مما يساعد بالصيد. التالي لدينا الخيول، وهنا سنستغني عن بعض الحقائق عن أجسادها. يجب أن نرى كيف تطير على الطائرات. هذه هي الطريقة التي يتم بها نقل الخيول في أكشاك خاصة بالقش من بلد لآخر لأغراض مختلفة. هل لديها درجة الأعمال؟ الآن الحقيقة التي صدمتني شخصيا تتعلق بالقروش. نعلم جميعا أن هذه الأسماك المفترسة خطيرة للغاية، لكن خطرها مبالغ فيه. في المتوسط يموت 5 أشخاص فقط بسبب هجماتها. انتبه الآن، في نفس العام يقتل الناس أنفسهم أكثر من 100 مليون سمكة قرش. هذا الرقم فاجأني حقا. تبدو مبالغة، لكن هذه كلمات العلماء الذين أجروا الدراسات ذات الصلة. دعونا نواصل موضوع المياه. بعد ذلك لدينا أكبر بحيرة في العالم، بايكال. يعرف الكثيرون أنها كبيرة، لكن هل تعرف حجم بحيرة بايكال بشكل عام؟ لقد حسب العلماء أنه إذا جميع الناس شربوا 3 لترات من الماء يوميا فقط من بحيرة بايكال، ستنضب البحيرة خلال 3000 عام فقط. بعض العلماء يقولون نحو 5000. باختصار، لن تكون هناك مشاكل مع مياه الشرب. بحيرة أخرى مشهورة هي سوبريور في أمريكا. إنها الأكبر والأعمق في نظام البحيرات العظمى. إنها ضخمة لدرجة أنه إذا سكبتها فوق أمريكا الشمالية والجنوبية ستغطيها بطبقة من الماء يبلغ سمكها 30 سنتيمترا. لكن هذا بالطبع كله نظريا. أريد أن أتحدث عن شيء آخر، السحاب. تبدو عديمة الوزن، لكن هل تعلم أن السحابة العادية يمكن أن تزن 500 طن؟ يصل وزن السحابة الرعدية من 20 لـ25 مليون طن. وهنا يأتي السؤال، كيف لا تسقط السحب؟ الحيلة هي قطرات الماء المنتشرة في السحابة على مساحة كبيرة جدا. ولهذا فضلا عن صغر حجم القطرات فإن الجاذبية لا تؤثر فيها. تتحرك السحابة بحرية في الهواء ولا تسقط على الأرض. نعود للروائح. لقد شممنا رائحة المطر من قبل، فماذا عن رائحة البنزين؟ لابد أن الكثيرين يحبونها، في الواقع لا يحبها البشر فحسب. كذلك العناكب ذات الجسم الأصفر، قبل سنوات اتضح أنها متعاطية للمخدرات، تحب البنزين وتنسج شبكات في خزانات البنزين. ذات مرة أجبرت شركة مازدا على استرداد مجموعة سيارات. كانت العناكب تنسج شبكات في نظام الوقود مما عطل عملها وزاد خطر نشوب الحريق. كان لابد من تحديث البرنامج لمراقبة ضغط الوقود واكتشاف هذه المشكلات. سؤال مفاجئ، هل تحب البيتزا؟ ضع إعجاباً إذا كنت كذلك. أخبرني ما إذا كنت ترغب في طلب البيتزا الآن.
يعتقد أن أول توصين للبيتزا كان عام 1889، حينها أرادت ملكة إيطاليا مارغريت سافوي تجربة الخبز المسطح الذي يأكله السكان. لقد أعجبها كثيراً لدرجة أنها طلبت من أشهر صانع بيتزا في نابولي أن يعدها بطبقة مختلفة، وطلبت بيتزا تحتوي على الطماطم والموزاريلا والريحان. كانت سعيدة لدرجة أنها كتبت رسالة شكر للطاهي: هل أدركت أي نوع من البيتزا؟ نعم، إنها بيتزا مارغريتا تحمل اسم الملكة. مع ذلك فإن زمن الملكات والملوك لا يرتبط بالبيتزا، بل بكل أنواع الانقلابات والمؤامرات والحروب وغير الصحية. لم تكن الأمور جيدة حينها، لكن ليست الملكة إليزابيث الأولى ملكة إنجلترا، فقد استحمت 3 مرات في الشهر. إليك ما تحتاج لمعرفته حول النظافة في تلك الأوقات. يعتبر هذا الوقت قذراً، لكن هل تعرف ما القذر حقاً؟ تشيرنوبيل وبريبيات مثلاً. نحن نعرف هذه الأماكن، هل تعلم أن فرنسا لديها تشيرنوبيل خاصة؟ ولا يتعلق الأمر بالإشعاع، إنها المنطقة المسماة بالمنطقة الحمراء، وهي حتى أقل حياة من تشيرنوبيل. هذا خطأ الحرب العالمية الأولى. هنا عام 1916 اندلعت معركة فردان، أحد أكبر وأعنف المعارك والتي راح ضحيتها حوالي 1,000,000 شخص. الرصاص وقاذفات اللهب وأكوام الخنادق والأسلحة الكيميائية شهدت المنطقة كل شيء. مر أكثر من 100 عام لكنها لا تزال ملوثة بالأسلحة الكيميائية، تحمل عدة قنابل غير متفجرة وتضاريس ملتوية بسبب الخنادق وحفر القذائف. هي غير صالحة للحياة البشرية، وحتى الحيوانات تموت هناك بسرعة. يعتقد أنها تحتاج من 300 حتى 700 عام أخرى للتعافي، ولن تتعافى تماما أبدا. هذه القصة تؤكد مرة أخرى مدى بشاعة الحرب، لكن ليست كل الحروب هكذا. هناك حروب غير عادية كحرب جزيرة هانز بين الدنمارك وكندا. استمرت الحرب حوالي 50 عاما ودمر فيها عدد لا يحصى من لترات الكحول. فقد كان هناك مصابون بمخلفات الكحول. تقاتلت الدنمارك وكندا هناك بطريقة مضحكة. كل بضعة أشهر يأتي الجيش الكندي ويضع علما على الجزيرة ويشرب مخزون الكحول التي تركها العدو على الجزيرة ويحتفل بالاستيلاء عليها ويترك كحوله ويغادر. كذلك الدنماركيون ترك البحارة الدنماركيون المسكرة في الجزيرة، وترك الكنديون الويسكي، مما أدى إلى صراع غير عادي سمي بحرب الأرواح أو حرب الويسكي. لكن حتى هذا الصراع انتهى عام 2022. قسمت الدولتان الجزيرة وأبرمتا هدنة، وبالطبع احتفلتا بشرب الكحول. على أي حال، هناك حروب حقيقية أكثر، وهذا محبط. من المحزن أن العبودية لا تزال موجودة. اعتقدت أنها من الماضي مطلقا. تفيد التقديرات بأن هناك حوالي نحو 50,000,000 عبد، ربعهم من الأطفال، غالبا يقومون بأعمال قسرية وغير قانونية أو متزوجون رغما عنهم. مع أن 50,000,000 رقما ضخما، إلا أنه يمثل 0.6% فقط من السكان. هذه مجرد إحصائية. بأي حال، بشكل عام يدرك الجميع أن العبودية أمر مخيف. بالمناسبة، يبلغ عدد السكان 8 مليارات نسمة. فقد ولد أكثر من 107 مليارات شخص في تاريخ البشرية. إن هذا العدد لا يصدق. نعم، 8 مليارات ليس قليلا. لا يوجد العديد من اللغات، هناك حوالي 7,000 منها. نعلم أن اللغات تميل للانقراض، لكن القليل يدركون مدى سرعة حدوث ذلك. يقدر العلماء أن 30 أو 35 لغة تختفي كل عام. بالطبع غالبا ما تكون هذه لغات الدول الصغيرة، لكنه مثير للقلق. أما اللغات الأشهر فإن الصينية هي الأولى بأكثر عدد من المتحدثين. الإنجليزية تأتي في المرتبة الثالثة والإسبانية الثانية. ألقي نظرة، هل ترى هذا الحرف؟ يعني 10,000 باللغة الصينية واليابانية. من المثير أن إحدى الأساطير الكبرى في العالم ترتبط بهذا الحرف بالذات. أنا أقصد المشي 10,000 خطوة يومياً. نشأت هذه الأسطورة في اليابان في القرن الماضي، عندما اعتقد أحد مصنعي أجهزة التتبع أن هذا الرمز يشبه رمز المشي. ورغم أن المشي مفيد، إلا أن العلماء يعتقدون أن 7,000 خطوة يومية كافية صحيا. وحقيقة أخرى ممتعة، خلال حياته يمر الإنسان مسافة تعادل 5 خطوط استواء للأرض، أي ما يعادل نحو 200,000 كيلومتر. ما هو أول شيء نفعله في المتجر؟ بالطبع نأخذ سلة تسوق أو عربة إذا كان
من المتوقع شراء أشياء كثيرة. الآن من الصعب تخيل الأسواق بدون عربات، لكن من المثير أن الناس في البداية لم يحبونها. جاءت الفكرة لهم من سيلفان جولدمان صاحب سلسلة متاجر بقالة، لكن النساء كانوا مرتبطين بعربة الأطفال، وكان الرجال يخشون أن يبدون أنثويين بعربة التسوق، لذا كان عليه أن يقوم بخدعة. قام بتعيين ممثلين استخدموا العربات في المحلات وأظهروا ملائمتهم. سرعان ما أدرك الجميع أن العربات رائعة وقدروا الفكرة، والآن حتى أصغر متجر لا يخلو من العربات ولا يخلو من الوجبات السريعة كالشيبس. ربما الأكثر شهرة هو برينجلز، كل ذلك بسبب العبوة. والمضحك أن مبتكر العبوة هو الكيميائي فريد بور، كان فخوراً جداً باختراعه لدرجة أنه أراد دفن رماده في عبوة برينجلز، وقد تحققت رغبته. حسناً، يجب تناول الأطعمة الصحية مثل الكارفس، إنه ضروري إذا أردت إنقاص الوزن، لأنه يعتبر منتجاً ذو سعرات حرارية سلبية، أي أن الجسم ينفق طاقة أكبر في عملية الهضم مما يتلقاه. يجادل بعض العلماء في هذا، لكن لا يمكنك الجدال بأنه مفيد حقاً ولا يجعلك سميناً. المكسرات صحية أيضاً كالكاجو، جميعنا نعرف تلك المكسرات وإليك كيف تنمو. هي تلك التي تأتي من الفواكه كالكمثرة أو التفاح أو الفلفل الحلو، ويبدو غريباً، ربما لهذا الكاجو باهظ الثمن. سؤال موسيقي، ما رأيك بهذا؟ ما هو هذا الجهير؟ صوت مضخم الصوت في الاستديو أم صوت سيارة تمر تحت نوافذك ليلاً؟ الغريب أن هذا هو صوت بشري، مالكه هو تيم ستورمرز، قادر على إصدار أدنى صوت ممكن للإنسان، سجله عند جي نوتا عند 0.1 هرتز. هذا هو من الموجات فوق الصوتية نظرياً، يمكنه التواصل مع الأفيال والحيتان. ما هي الفرش على طول درجات السلم الكهربائي؟ فكرتك الأولى ستكون لتنظيف الأحذية. من منا لم ينظف أحذيته على السلم المتحرك؟ على الرغم من حقيقة أنه يمكنك استخدام هذه الفرش لتنظيف حذائك، إلا أن هذا ليس هدفها، إنها هناك من أجل الأمان. تخلق الفرشاة فجوة بحيث لا تعلق الملابس وأربطة الحذاء في الفجوة بين الدرجات والحائط. لا يمكنك فقط إتلاف ملابسك في زيت السلم المتحرك، ولكن يمكن أن تتعرض للإصابة أيضاً. بالإضافة، إذا لم يكن هناك فرش، فسيحدث احتكاك عندما يلامس حذاؤك الجدار العاري، مما يؤدي غالباً إلى التواء الساق وإصابات أخرى. الفرشاة تحدد حواف درجات السلم المتحرك وتمنع خطر الإصابة. الفتحة الموجودة في عبوة القهوة. ماذا عن القهوة، أو بشكل أدق عبواتها؟ شاهدتم جميعاً القهوة المطحونة في المقاهي ومحلات البقالة التي تباع في أكياس بها فتحة من الأعلى. لما هذا؟ نفترض أن هذا الثقب موجود حتى يتمكن المشتري من شم رائحة القهوة وتقييم الرائحة وتحديد ما إذا كان الأمر يستحق أخذ المنتج أم لا. إذا كنت تفكر بنفس الطريقة، فللأسف في الواقع هذا الثقب عبارة عن صمام غاز يطلق ثاني أكسيد الكربون من العبوة، ويمنع دخول الأكسجين في أول 24 ساعة بعد التحميص. تطلق حبوب البن عدة لترات من ثاني أكسيد الكربون، لذلك بدون صمام الغاز ستنفجر العبوة. المسامير على الجينز. يعلم الجميع عن الجيب الصغير على الجينز، والذي يمكننا وضع فيه ساعة الجيب والولاعة وما إلى ذلك، لكننا مهتمون بالمسامير على الجينز، والتي يمكن رؤيتها في منطقة هذا الجيب وكذلك في عدة أماكن أخرى. تبين أن هذه المسامير ليست من أجل الجمال، بل تعمل على إطالة عمر الجينز، حيث يتم وضعها في الأماكن التي يمكن أن يتمزق فيها تحت الحمل الثقيل. كان ليفاي شتراوس أول شخص يضع المسامير على الجينز. نعم، مؤسس ليفايز، تنسب إليه فكرة الجينز المبتكر مع المسامير. كان ليفاي يحاول إنشاء سروال متين للمنقبين عن الذهب. كان ليفاي أول من استخدم المسامير، لكن الفكرة الأصلية تعود إلى جاكوب ديفيز، الخياط الذي استخدم المسامير لربط أحزمة الخيول. إلى جانب ليفاي، أطلق على ديفيز أيضاً اسم مخترع الجينز. شبكة في الميكروويف. يعد الميكروويف أحد أكبر الأشياء المنقذة في المطبخ، لأنه من الأسهل تسخين الطعام فيه بدلاً من انتظار الموقد. جميعكم بالتأكيد تحدقون في الميكروويف وتنظرون في كيفية دوران الطعام بداخله، لكن هناك شبكة في الطريق، ربما يجب التخلص منها.
لا يجب أن تفعل ذلك. الشبكة ضرورية، إنها قفص فاراداي ويمنع الإشعاع الضار من التسرب من الميكروويف والتسرب عبر الزجاج. في الوقت نفسه لا يسد السطح الشفاف تماما، مما يسمح لك بالرؤية. بالمناسبة، قفص فاراداي على شكل شبكة في الميكروويف قادر على حجب معظم إشارات الهاتف الخليوي، لذلك إذا كنت لا تريد الإجابة على هاتفك ضعه في الميكروويف أو انتقل إلى وضع الطائرة. ابقى معنا لمعرفة المزيد من الأسرار الأكثر إثارة للاهتمام. ربما لدى جميعكم في المطبخ هراسة ثوم، حتى أن الكثير لديه مكبس ثوم معدني ثقيل من العصور القديمة. الحقيقة هي أنه بهذه الأداة لا يمكنك تحويل فص الثوم إلى هريسة فحسب، بل يمكنك أيضاً إزالة البزر من الكرز. يتم وضع حبة الكرز في التجويف في نهاية المقبض، وعندما تضغط على المقبض يقوم دبوس على الجانب الآخر بضغط الحفرة، والجزء الذي يحتوي على صف من الشوكات يستخدم عادة لتكسير المكسرات القاسية مثل الجوز. بالطبع كان بعضكم على علم بهذا، ولكن بالنسبة للكثيرين عرفوا الآن. مقابض الباب. لا نفكر عادة في المواد التي تصنع منها مقابض الباب، لكن معظمها مصنوعة من النحاس. هذا في الواقع السر الخفي لمقبض الباب، لأن النحاس يقتل البكتيريا. تطهر مقابض الأبواب النحاسية نفسها في حوالي 8 ساعات، في حين أن مقابض الأبواب المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدع والألمنيوم لا تفعل ذلك أبداً. تلبي مقابض الأبواب النحاسية المتطلبات الصحية بشكل أفضل، ولهذا السبب يتم تثبيتها في الغالب على أبواب المستشفيات. وبالنسبة لأي منزل أو شقة سكنية ستكون المقابض النحاسية مفيدة أيضاً. الكثير لديه واحدة من هذه المحايات ذات اللون البرتقالي والأزرق، والبعض منكم لديه واحدة على الطاولة الآن. يعتقد أن الجزء البرتقالي مخصص لمحو قلم الرصاص، والجزء الأزرق لمحو القلم الأزرق. للأسف هذا ليس صحيحاً. إذا حاولت محو شيء مكتوب بالجزء الأزرق فستترك لطخات قبيحة على الورق، لكن الكتابة لن تذهب. في الواقع تم تصميم الممحات الزرقاء لتنظيف الورق المقوى أو الورق الثقيل من الكتابة والرسومات بالقلم الرصاص. بالنسبة لأوراق الدفاتر الرفيعة فإن الجزء الأزرق من الممحات قاس، لذا لا عجب أن يمزق الطلاب دفاتر الملاحظات بهذا. لكن لماذا لا يزال الكثير يقتنعون أن الممحات ذات الوجهين تمحو القلم الأزرق؟ الأمر بسيط، لا شعوريا يرتبط اللون الأزرق بالحبر الأزرق. أدرك بعض المصنعين هذا واستخدموه لزيادة ترويج للمنتج عن طريق تمييز الجزء الأزرق برمز القلم. الفتحات على القمصان. دعنا نعود إلى الملابس وننظر إلى قميص الرجل. توجد الأزرار على جانب واحد، وعلى الجانب الآخر توجد الفتحات. كقاعدة عامة كلها عمودية باستثناء العلوي، هو أفقي، وغالبا ما تكون الفتحة السفلية أفقية أيضا. لماذا؟ في موقع هذه الثقوب يتم إنشاء أقصى ضغط عند التحرك. عادة لا تتحمل الفتح العمودية هذا الضغط. من ناحية أخرى، مع وجود فتحة أفقية يكون كل الضغط على زاويتها، ويتم تقليل خطر انزلاق الزر من الحفرة عند الجلوس أو المشي. خرطوشة الطابعة. إنه لأمر رائع أن يكون لديك طابعة في المنزل، خاصة إذا كان عملك يحتاجها. لكن الطابعات لديها عيب كبير، نفاد الخراطيش بسرعة وهي بهيضة الثمن. يريد مصنعو الطابعات منك إعادة تعبئة خراطيشك قدر الإمكان حتى يتمكنوا من تحقيق الربح، لكن هناك طريقة للتغلب عليهم. عندما يبدأ الكمبيوتر في الإشارة إلى نفاد الحبر، قم بإزالتها واستخدم مشبك ورق للضغط على الزر الموجود بالقرب من الدبابيس، وبعد إعادة الخرطوشة ستكون قادراً على طباعة المزيد من المستندات. لوحة المفاتيح. ليس لدينا جميعا طابعة، ولكن لدينا لوحة مفاتيح. أنا أتحدث عن لوحة مفاتيح عادية، ليست تلك المضمنة في الكمبيوتر المحمول. تتميز لوحة مفاتيح الكمبيوتر بأقدام يمكن من خلالها رفعها قليلا. يعتقد أنها مصممة لجعل يديك أقل إرهاقا، لكن هذا ليس صحيحا. منذ منتصف الثمانينيات من القرن الماضي طلب من الشركات المصنعة صنع لوحة مفاتيح مائلة لتسهيل الأمر على الأشخاص الذين اعتادوا الكتابة على الآلات الكاتبة والتبديل إلى أجهزة الكمبيوتر. وفي حال إن كانت قدما لوحة المفاتيح عالية وكانت الزاوية أكثر من 15 درجة فستتألم اليدان بالتأكيد.
أجهزة الكمبيوتر رائعة بالطبع. هل تعلم في أي بلد يوجد أغلى إنترنت والأرخص؟ ما الدولة الأكثر سخونة؟ نواصل سباق الحقائق الممتعة. البلد الأكثر زيارة من قبل السياح، حوالي 89 مليون ونصف أجنبي يأتون سنوياً. إنها أيضاً ذات أكبر عدد من المناطق الزمنية إذا عددت الأقاليم الخارجية. هناك 12 منطقة زمنية. أكثر دولة تحترم القانون. تكلفة خرق القانون مرتفعة، من 500 دولار لعبور الطريق في مكان خاطئ إلى 1000 دولار للتدخين في مكان خاطئ. أكبر جيش تملك 2,100,000 عسكري عامل، ومليون ومائة ألف آخرين في الاحتياط. أكثر بلد مأهول، تفوقت الهند أخيراً على الصين في يونيو، حيث يعيش 1.43 مليار شخص هناك. أكثر المليارديريات في العالم 735، وأكبر عدد من السجناء حوالي 2,100,000 شخص. يعيش هنا الرجال مع أطول أعضاء تناسلية بطول 17.73 سنتيمتراً. الأكبر في المساحة 17.1 مليون كيلومتر مربع، وعدد حالات الإجهاض 53.7 لكل 1000 امرأة. في العام السابق تم إجراء 400,000 عملية إجهاض في روسيا، لكن عددها يتناقص بالطراد من سنة إلى أخرى. مثلاً عام 1990 سجل أكثر من 4,100,000 عملية. الرائدة في إنتاج مواد غير قانونية، يتم إنتاج أكثر من 90% من الأفيون العالمي هنا. إذا تم إنتاج مواد غير قانونية في أفغانستان بنشاط، فيتم استهلاكها بنشاط في تشيلي. الأهم أنهم يحبون المنشطات المعروفة وتدخن من قبل 35% من السكان. الرائدة باستهلاك الكحول 13.19 لتراً للفرد سنوياً. البلد الأكثر أمية 19.1% منهم يستطيعون القراءة والكتابة. البلد الأكثر جفافاً 99% من الأراضي صحراوية. أكثر الدول إصابة بفيروس الإيدز، حوالي 27% من السكان مصابون به. أفقر بلد 272 دولار للفرد في السنة. الرائدة من حيث الجريمة بمؤشر 83.76. أطول فترة يعيش فيها الأطفال مع أهاليهم، يغادرون المنزل في سن 33. أسعد بلد بالمناسبة تحمل الرقم القياسي للسنة الخامسة على التوالي. بالمناسبة تسمى فنلندا بشكل غير رسمي أرض الألف بحيرة، ويمكن تسمية جارتها السويد بأرض الألف جزيرة، أو بالأحرى مئات الآلاف. يوجد فيها أكثر من 221,000 جزيرة، وأكثر من أي مكان آخر. بابوا غينيا الجديدة الأكثر تعدداً في اللغات، هناك أكثر من 800 لغة ولهجة محلية، واللغات الرسمية هي الإنجليزية وتوكبيسين وهيريموتو. أغلى إنترنت في العالم، متوسط السعر هو 2,666 دولاراً أمريكياً شهرياً، وتكلفة حزمة الخدمة الأعلى حوالي 15,000 دولار. زعيمة الملاريا، معدل الوفيات بسبب المرض 61.6 حالات لكل 100,000 شخص. رائدة في صغر السن، متوسط العمر حوالي 15 سنة. الرائدة في الحيوانات القاتلة وهجمات القرش والسرطان، حوالي 500 شخص من أصل 100,000 مصاب بورم. أصغر دولة، مساحتها 0.44 كيلومتر مربع. أدنى درجة ذكاء 59 في المتوسط. هذا البلد على العكس من ذلك، لديه أعلى معدل ذكاء، المتوسط 106، كما أن لديها أكبر عدد من مدمني العمل. البلد الأكثر رقابة، وسائل الإعلام هي لسان حال الدولة، وأي صحافة مستقلة هي في المنفى. البلد الأكثر فساداً، المؤشر 60، 48 أكثر من أقرب متابع لها جنوب السودان. المنتجة لشراب القيقب 85% من الإنتاج العالمي. أكثر بلد فارغة، الكثافة السكانية شخصين فقط لكل كيلومتر مربع. أسمن بلد، 61% من السكان معرضون للسمنة. أقصر عمر متوقع، في المتوسط يعيش المواطن في أفريقيا الوسطى 53 سنة وستة أشهر فقط. البلد الأكثر عرضة للكوارث، تجاوز مستوى المخاطرة 36%، فيها مكتب بريد غارق. المقاتلين الرئيسيين ضد الكوفيد، البلد الأكثر تلقيحاً، 99% من السكان حصلوا على لقاح واحد على الأقل، و95% تلقوا تطعيماً كاملاً. الأكثر استخداماً للعطور، يستخدم 85% من السكان العطور ومزيلات العرق. أسلم بلد،
مستوى المعيشة المرتفع وقلة السكان والثقة في ضباط الشرطة المدربين جيداً تجعل الحياة في أيسلندا مريحة قدر الإمكان. موطن البحر الميت. خطها الساحلي أدنى امتداد للأرض، حوالي 430 متراً تحت مستوى سطح البحر. بلد الطوال. يبلغ متوسط طول الرجال 182.5 سنتيمترات. هنا العكس، يوجد أقصر الناس. إذا كنت تأخذ المتوسط لا يزيد طولهم عن 160 سنتيمترا. تفتخر الدولة الصغيرة برواتب ليست ضئيلة أبداً. في لوكسمبورغ الأكبر في العالم، سنوياً يكسب الناس في المتوسط 68.6 ألف دولار. تفتخر بأكثر مرضى سكري، 31% من السكان تقريباً. هذا ليس مصدر فخر. هي ليست فقط الدولة التي تتمتع بأعلى متوسط عمر متوقع، كما أن لديها أعلى دين وطني يمثل 234% من الناتج المحلي. هذا هو أكثر من 9.5 تريليون دولار و76 ألف دولار من الديون الوطنية لكل السكان. تفتخر جزر المالديف الجنة الصغيرة بلقب أدنى دولة في العالم. تقع أعلى نقطة على ارتفاع 2.4 فوق مستوى سطح البحر، ولا تزيد جميع الجزر عن 2 فوق مستوى سطح البحر. ليس غريباً توقع الفيضانات الكاملة لجزر المالديف في العقود القادمة. موناكو جيدة لرحلات اليخوت وألعاب الكازينو، ولكن ليس للولادة. إنها الدولة ذات أدنى معدل مواليد في العالم، 6.63 شخصاً لكل ألف. تفتخر الكويت باحتياطاتها النفطية، بالإضافة للعملة الأكثر استقراراً والأغلى في العالم. الدينار الكويتي يعادل 3.27 دولار أو 2.96 يورو. جارة الكويت في الخليج العربي تفتخر أيضاً بعملة مستقرة، كما أنها تحمل لقب الدولة الأكثر معاناة من العنصرية. أكثر من 85% من سكان البحرين عانوا أو تعرضوا للعنصرية بدرجة أو بأخرى. بلجيكا لديها أعلى نسبة في التصويت، هذه أعلى نسبة مشاركة للناخبين، 87.21% من السكان مهتمين بالسياسة. يمكن تسمية المغرب بالدولة الأكثر ختاناً، 99.9% من الذكور مختونون. بالمناسبة في هذا البلد كان الختان يقوم به الحلاقون. في غانا لا يحبون الحليب، 100% من سكان هذا البلد الإفريقي يعانون من عدم تحمل اللاكتوز. تشتهر جنوب أفريقيا ليس فقط بمنتزهاتها الجميلة، ولكن أيضاً باقتصادها المتعثر. تتمتع بأكبر تفاوت في الثروة في العالم، 63% مما يجعلها الدولة الأكثر تفاوتاً. يفضل التشيكيون شرب الجعة، يشربونها أكثر من البلدان الأخرى. في المتوسط يشرب كل تشيكي 143.3 لتراً من البيرة سنوياً. الإمارات تحمل الرقم القياسي العالمي للأرقام القياسية. تفتخر بأكثر من 400 رقم قياسي تم تسجيله أو كسره كدولة، وهذا الرقم سوف ينمو فقط. إنها أقدم دولة في العالم، يعود تاريخها إلى عام 301 بعد الميلاد، حدث ذلك في 3 سبتمبر. برغم المنتجعات الجميلة والمناخ الرائع، تحتل اليونان مكانة الدولة الأكثر إرهاقاً، 59% من السكان مضغوطين، ربما ذلك كله بسبب حشود السياح المزعجين. تركمانستان من ناحية أخرى هي بالعكس، رسمياً هي الدولة الأقل توتراً على سكانها، يوجد 10% منهم، لكن هل ينبغي تصديق هذه الإحصائية؟ يوجد هنا أكثر الأشخاص غير الجذابين، هذا ما أظهره أحد مواقع المواعدة. ولكن مجدداً هل يجب أن نصدق مثل هذه الاستطلاعات؟ تفتخر البرتغال بلقب لطيف، أكثر الدول ودية في العالم. هذا يعني أن السكان لطيفون جداً للقادمين الجدد والسياح، يساعدونهم ويتقبلون مختلف الثقافات والأقليات. إندونيسيا تتمتع بلقب جميل بنفس القدر، فهي الدولة الأكثر كرماً. هذا يعني أن السكان يتبرعون بالمال للأعمال الخيرية أكثر من غيرهم، ويقومون بالعمل التطوعي ومساعدة المحتاجين. يبدو أن الألبان يخشون القصف أكثر من أي شخص آخر، لأن البلاد بها أكبر عدد من المخابئ والملاجئ. بمتوسط 5.7 ملجأ لكل كيلومتر مربع في البلاد، وأكثر من 160 ألف مخبأ في المجموع. سكان السعودية يوصفون بأنهم الأكثر نعاساً، لأنهم ينامون أقل عدد ساعات، لا يزيد عن 6.5 ساعات يومياً. وفقاً لاستطلاعات عديدة، يمكن لأوكرانيا أن تدعي أنها تضم أجمل فتيات. السويد وروسيا ليست بعيدة،
حسب الإحصائيات فإن عدد الجميلات لا يقل عن ذلك بكثير. إذا كان لدى أوكرانيا فتيات مثيرات فكل شيء ساخن في مالي، لأنها الأكثر سخونة في الكوكب. متوسط درجة الحرارة حوالي 29 درجة مئوية. بالمناسبة كان مانسا موسى أغنى رجل على الإطلاق يعيش في مالي، وتقدر ثروته بما يتراوح بين 400 و 500 مليار دولار بسعر الصرف الحالي. النرويج تفتخر بلقب الدولة الأكثر تقدماً. مؤشر التنمية البشرية هو 0.944 وهو قريب من الواحد، أي الحد الأقصى. بالمناسبة كانت رائدة بهذا المؤشر ل13 عاماً. هذا هو البلد الأكثر خضاراً، أكثر من 98% من الأراضي مغطاة بالنبات. الجلوس خلف عجلة القيادة أو فقط السير على الطرق ليس القرار الأفضل، لأنها البلد صاحبة أسوأ سائقين في العالم. اتضح هذا من حوادث المرور، 67.23 حالة وفاة لكل 100,000. للمقارنة الرقم في سويسرا هو 1.71. هذا كل شيء. أخبرني في التعليقات عن ماذا يتباهى بلدك. شكرا للمشاهدة وأراكم لاحقا.